مرحبا بكم متابعينا في ساعات متأخرة من ليلة الثلاثاء 1 أوت 2023. يقرر الرئيس قيس سعيد إنهاء مهام السيدة نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة وتعيين رئيس حكومة جديد أحمد الحشاني خلفا لها. لكن شنو اللي خلى الرئيس قيس سعيد يقوم بإقالة السيدة نجلاء بودن رمضان رئيسة الحكومة في وقت متأخر من ليلة؟ حسب تصريح للسيدة نجلاء بودن بعد أن تمت إقالتها اللي وقالت إنها لم تقم إلا بما يحتمه عليها الواجب، وقالت شكرا لك السيد الرئيس على الفرصة اللي أتيحت لي كرئيسة حكومة. هذا وأيضا توجه الرئيس قيس سعيد بالشكر إلى السيدة نجلاء بودن رئيسة الحكومة المنتهية مهامها على ما قامت به من جهود، مشددا على إنها بذلت جهد كبير خلال توليها منصب رئيسة الحكومة. لكن حسب محللين سياسيين أن إقالة الرئيس قيس سعيد للسيدة نجلاء بودن ما كانتش من فراغ، بل أن الرئيس قيس سعيد ما كانش راضي بحسب تقارير إعلامية عن مردود السيدة نجلاء بودن وعن إدارتها الناقصة للبلاد، بالإضافة إلى فقدان العديد من المواد كما السميد والدقيق وبالتالي الخبز في المخابز المدعومة في الدولة. وحاسب محللين اقتصاديين يرجع النقص في الخبز والسميد والدقيق إلى عدم توفر إمدادات الحبوب، لأن الموردين الأوروبيين يريدون تلقي مستحقاتهم من أموال مسبقا قبل تنزيل الحمولة من الحكومة التونسية اللي كانت مثقلة بالديون بنسبة 80% من إجمالي الناتج الداخلي، وهذا اللي ما لقاتلوش السيدة نجلاء بودن حل. أذاك علاش الرئيس قيس سعيد قام باتخاذ قرار عاجل بإقالة السيدة نجلاء بودن من منصبها كرئيسة حكومة في وقت متأخر من ليلة، خوفا من عواقب وتفاقم آفة نقصان المواد الغذائية في البلاد التونسية؟ وقام بوضع أحمد الحشاني خلفا لها بما أنه خبير في القانون الاقتصادي وأحد كوادر البنك المركزي، اللي من تطلعات الرئيس قيس سعيد أنه أحمد الحشاني يقوم بإيجاد حلول سياسية واقتصادية ومالية قد تنقذ البلاد التونسية من الحالة المدهورة اللي فيها اليوم. لكن بعد إقالة السيدة نجلاء بودن وإعفائها من مسؤولية رئاسة الحكومة، يتم نقل نجلاء بودن إلى أحد المساحات الخاصة على عجلة قصد إجراء فحوصات طبية شاملة، وهذا وحسب مصادر أن العمل الحكومي وحجم المسؤولية الملقاة على كاهل السيدة نجلاء بودن خلف لها إرهاقا وتعبا كبير، واضطرت بعد هذا إلى زيارة طبيب قصد القيام بفحوصات طبية ومراقبة وضعها الصحي والقيام ببعض التحاليل المخبرية. إن شاء الله تكون السيدة نجلاء بودن لباس، وإن شاء الله المسار الحكومي ورئيس الحكومة جديدة يكونوا خطوة النقلة نوعية في البلاد. في آخر الفيديو إن شاء الله اللي جاي خير على بلادنا تونس، وما تنساوش باش تشتركوا وتفعلوا زر الجرس باش ما فيكم بكل المستجدات.